السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في معهد ألسن للدراسات والحلول التعليمية، ومعكم الدكتور عبد العزيز. لتجدد لقاءنا في هذا الفيديو، نتمنى منكم دعمنا لنستمر في العطاء بما يمكن إفادتكم جميعا. على أي حال، هذه المحاضرة مهمة جدا لأنها تتكلم في الجانب العملي في إعداد المذكرة الداخلية الإدارية. تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن التحرير الإداري، يمكنكم الاطلاع عليها، وأساسيات التحرير الإداري والأسلوب الإداري، وتحدثنا بشكل عام عن المذكرة وأنواعها واستعمالاتها. الآن نتحدث عن إعداد المذكرة، الشكل الخارجي للمذكرة. نبدأ بالتحدث عن النقاط التالية. المذكرة تشمل كما ذكرنا في الفيديو السابق عن جزء التاريخ، وجزء المرسل، وجزء صلب المذكرة، والتوقيع. في جزء التاريخ دائما بيكون عندنا ثلاث عناصر رئيسية، وهو التاريخ ورقم المرجع ورقم المذكرة والمرفقات. ودائما ما تشمل التاريخ يجب أن كتابته بالطريقة التالية: الأيام رقما، الأشهر كتابة، والسنة. لماذا يجب أن نورد الرقم والتاريخ؟ لأنهم أولا هما متطلبان قانونيين لصلاح المذكرة ولكي تكون قانونية. ثانيا، هي تساعد في عملية الأرشفة والرجوع إليها سابقا. ثالثا، تفيدنا في عند الرد عليها أيضا، عندما نقول إشارة إلى المذكرتكم رقم كذا 1500 المؤرخة بتاريخ 20/9/2008 المتعلقة بموضوع كذا كذا، نورد التالي. المرفقات في البداية هي مهمة جدا أيضا لربط الوثائق المرفقة بالمذكرة، عددا بما بالمذكرة، ثم لابد أن نشير في صلب الموضوع بما تم إرفاقه. ودائما ما تكون في أعلى صفحة من جهة اليسار بهذه الطريقة تاريخ الرقم المرجع المرفق، ونستخدم الحجم للخط 12 ونص أساسي. ثم نأتي إلى جزء المرسل إليه. عندنا بيكون نمطين، النمط الأول اللي هو معرب من النمط الإنجليزي، نعمل من وهو المرسل إلى المرسل إليه بشأن أو الموضوع وهو موضوع مذكرة، أو نستخدم النمط الآخر اللي هو العربي. وأعتقد أنه أول من بدأ بهذا الأسلوب هم المصريين. نكتب اسم الأخ مدير الشؤون الإداري المحترم، أو الأخوة إدارة المبيعات أو إدارة الشؤون الإدارية المحترمون، ثم نكتب الموضوع. إذا لاحظنا أنه لدينا أيش نمطين. النمط الأول هو يختلف فقط من ناحية الجزء المرسل اللي نستخدم من إلى بشأن. ودائما إذا كان المدير مرسلة إلى المدير العام يكون هو الأول ومن الثاني، فنقول إلى عناية المدير العام من مدير المبيعات بشأن. وإذا كان أيضا استخدمنا النمط الآخر اللي هو الأخ، فإذا كانت المخاطبة هو المدير العام نقول عناية الأخ المدير العام المحترم بعد التحية، ونكتب أو الأخوة إدارة المبيعات والتسويق أي باسم الإدارة. ثم ندخل في الموضوع، والموضوع لابد أن يكون جملة موجزة وصلب الغرض الأساسي من المذكرة. ثم ندخل في صلب الموضوع، وهو رسالة تتكون من ثلاث فقرات أو من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو المقدمة للمذكرة، والجزء الثاني هو تفاصيل المذكرة، والخاتمة. ودائما ما نطالب في الخاتمة بإجراء إداري، وهذا الإجراء الإداري هو الهدف الرئيسي من طرح أو من كتابة المذكرة. ثم التوقيع، ويكون التوقيع كتابة. إذا كنت رايح توقع عن شخص ما، لابد أن تفيد بأنك نيابة عنه، ودائما ما نعمل باللغة العربية عنه ونوقع. هذا ما يخص المذكرة، تصميم المذكرة الإدارية بشكل سريع. نتمنى أنه قد أفدناكم. إذا أردنا أن نتحدث عن أنواعها بشكل عام، فهناك رسائل التعليمات، رسائل الإعلام، رسائل الإجابة، رسائل التذكير، رسائل الاقتراح،
رسائل الإحالة، رسائل الإفادة، رسائل الإحاطة، الرسائل الاستشارية. نأخذ نمط معين لمذكرة مثلا من سهيل العريقي مدير قسم الشؤون الإدارية إلى الدكتور عبد العزيز مدير المعهد بشأن خلاصة الإنجاز الشهري للمهام الإدارية، إشارة الموضوع له إلى آخر ذلك، يكتب صلب المذكرة. ثم نرجو بهذا الإحاطة والتوجيه بما يلزم. التوقيع في حالة رفقنا شيء نكتب مرفق مع التحية، كشوف الحضور، كشوفات التسجيل، ونكتب هنا في البداية التاريخ، الرقم، المرجع والمرفقات. هذا النموذج ألف. النموذج باء واللي هو بيكون بهذه الطريقة، نكتب الآن الترويسة للمذكرة مع دارس الدراسة الحلول التعليمية، دائرة التدريب بالمعهد، قسم الشؤون الإدارية، التاريخ، رقم المرجع، ونكتب في وسط الصفحة مذكرة داخلية. والأخ دكتور عبد العزيز المدير العام للمعهد المحترم، بعد التحية الموضوع خلاصة الإنجاز الشهري للمهام، شرط الموضوع على، نرجو بهذا الإحاطة والتوجيه ما يلزم، مدير قسم الشؤون الإدارية، التوقيع. بهذا تحدثنا عن التصميم الخارجي بالنموذجين الألف وباء للمذكرات، سواء كانت مذكرة تحليلية، مذكرة إدارية، مذكرة إعلامية إلى آخر ذلك، فالتصميم بيكون نفسه. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.